إله بن كيران أكبر من أن يجبر خاطره. هذاك رجل بين طراز فريد عبد الله بن كيران لا ينتهي. يعني كيفاش هو ما يكونش في ولاية ثالثة يعني ما عبد الله بن كيران هذاك رجل مبادئ، رجل قيم، رجل فوق المؤسسات بالمعنى ديال التنظيم الضيق، رجل سوف يستمر عطاؤه كما قال هو هذا بوضوح وبصراحة، لأنه رجل عنده مشروع إصلاحي في إطار ثوابت الأمة والدولة، وبالتالي موقعه لا يتحدد بموقعه في الحزب أو خارج الحزب أو داخل الحزب، وأكبر من هذه التصنيفات.